سعد الله وقتكم بكل خير. وسلم بكم مشاهدي الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في هذه الحلقة مشاهدينا نتناول نشاطات رئيس الجمهورية اليوم وتدشين مقر لشركة معادن موريتانيا، كما أطلق فخامته عدة مشاريع متعلقة بالكهرباء سنتناولها بشيء من التفصيل. كما أعلن فخامة رئيس الجمهورية في خطابه اليوم عن افتتاح منطقة تمايا المعروفة شعبيا بتفرغ زين أمام المنقبين الوطنيين. سنتناول في هذه الحلقة جملة هذه النشاطات لنقف على تفاصيلها ونقف على الفائدة المرجوة منها في هذه الحلقة. سعدنا نستضيف نقاش الموضوع السادة السيد أحمد ولي الطالب محمد، وهو المستشار الفني المكلف بالمعادن بوزارة البترولي والمعادن والطاقة. أهلا وسهلا بكم سيد المستشار، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. سيد الشيخ عبد الله سعيد، وهو مدير تنفيذي المشاريع بالشركة الموريتانية للكهرباء، أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. أستاذ، قبل نأخذ عنصرنا التمهيدي هنا لدينا، رئيس الجمهورية اليوم في خطابه أعلن عن عن إجراء هام بالنسبة للمنقبين، هو افتتاح منطقة تمايا بالنسبة لهم، كما أعلن عن وضع حجر الأساس لشركة معادن موريتانيا، هذه الشركة التي قال إنه أنشأها خدمة للمنقبين وللتنقيب الأهلي في بلادنا. توطيع عن هذه الشركة وعن دورها وعن هذه المنطقة التي فتحت أمام المنقبين. نعم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للمواضيع لليوم اللي هو منطقة تمايا إعطاها، وكذلك أيضا خيرية معادن التي ذكرها رئيس الجمهورية، هذا يأتي من تعهدات رئيس الجمهورية في مساندة وإعانة المنقبين في مختلف المناطق. أولا لنبدأ بهذه منطقة تمايا. تمايا هي منطقة معروفة بتركيزها العالي للذهب، يسموها فم تفرق زينة. هي كانت أصلا موضع رخصة للتنقيب، وفي الأخير استردتها الدولة قبل سنوات، وكان فيها عدة سيناريوهات مطروحة، واليوم تم حسم القضية لصالح المنقبين، صالح المواطنين الموريتانيين. بعدين كان فيه عدة شركات مهتمة بتطويرها، ولكن اليوم فخامة رئيس الجمهورية أعطى التعليمات بإعطاء هذه المنطقة الهامة للمنقبين. بالنسبة للخيرية سنتكلم عنها فيما بعد إذا أردتم أيضا. طيب، هذه المنطقة اللي المنقبين من فترة هم يطالبوا بافتتاحها ويطالبوا بالسماح لهم باستصلاحها، شنو هي المعلومات المتوفرة عن مستوى توفر الذهب فيها مثلا؟ شنو هي القيمة الشيء في المنقبين في هذه المنطقة لوساهم يلح المطالبة بافتتاح سماح لهم بالتنقيب؟ والله هذه المنطقة معروفة أنها هي منطقة جنوب منجم تازياست، وفيها تسمى تازياست الجنوبية. نعم، اصلا المنجم اسمه تازياست الجنوبية، معروفة بأن فيها عدة عروق للكوارتز المارو، فيها تركيز قد حد يقول انه عادي نسبيا من الذهب، وكان المناقبين فيها في مرحلة معينة، وحالا فيه امكانيات في المستوى السطحي، بعدين في أشياء أكثر عمق قد يعود ما متاح استغلالهم للمناقبين، لكن على الأقل المنطقة السطحية فيها تركيز لا بأس به من الذهب، وهذا شيء مهم بالنسبة للمناقبين، يعطيهم دفع أهم. طيب، رئيس الجمهورية اليوم تحدث عن الجهود، عن اهتمامه بمجال التنقيب، أكد أن الأمر لا يحتاج إلى دليل لأنه واكب هذا المجال من بداياته، كما أنشأ شركة كاملة من أجل خدمة المناقبين. شركة معادن موريتانيا والفترة التي جاءت فيها والدور المنوط بها في ملخص موجز. هذه إنشاء شركة معادن هي هذه تنظيم الهيكلي اللي يعدل سنة 2020 وشهر مايو 2020 أنشأت هذه الشركة لتأطير هذا النشاط اللي يطبع شيئا ما نوع من الفوضوية في بعض الأشياء، بعض العناصر منه، وبدأت فعليا شهر نوفمبر 2020، وفأقل هذا تقريبا سنتين أعطاوا لها الوسائل المادية وخلات تشتغل بالشكل اللي بدأت تتأطر هذا النشاط بشكل فعلي. وقد ندخل فيما بعد لا تبقوا في التفاصيل ما هي النتائج، لكن هذه الخطوة المهمة
اللي جعل هذا النشاط أكثر هو ديمومة، هو حالا فيه شوي من اللي نقوله عدة مناطق مفتوحة فيها نقص كان أصلا في بعض المسائل، مثلا قضية الطاقة، قضية المياه، هؤلاء المراكز ما كانوا مجهزين بالشكل. إذن فيه تطور هو اللي نقدر نتكلم وارك عنه. قطاع ناشئ كان بحاجة للمنشآت وكان بحاجة للمواكبة، قطاع هام جدا لأنه من القطاعات اللي تكافح الفقر، مثلا ساهم في كثير من المسائل. أولا في الحجم اللي الدخل اللي عند المناقبين يقدر حسب بعض الدراسات، مع أنه دائما الدقة فيه صعبة شوي، ما يزيد على 240 مليار روقية معنا في هذا اللي داخل فيه، وهذا قد يقدر تقريبا بنسبة 9% من الدخل العام، معناه أنه هذا شيء مهم. ثانيا تقدروا تلاحظوا مولي على اللوقية أنها العملة كانت أيضا وحافظ عليها، وهذا يظهر لي أنه جزء كبير منه يتعلق أيضا بالذهب اللي كان موجود شراء للبنك المركزي. من بين عدة فوائد كثيرة اجتماعية واقتصادية في الدورة الاقتصادية للبلد، وذا كامل ما يقد يتطور يكون بهذا الدعم اللي هو اللي للمناقبين أنفسهم، الدعم التقني وتوجيههم، فتح لهم الأروقة اللي موجودة اليوم تقريبا 28 رواق مفتوح لهذا التعدين، المراكز أيضا اللي بدأت تجهز بالمياه وبالطاقة، وله يحولوا شور مركزين جدد، واحد في الشامي واحد في منطقة الصفاريات أيضا اللي فيهم الخدمات الأساسية. طيب سأعود إليكم لنغوص في الموضوع بشيء من التفصيل. مشاهدينا أستطيعكم أستاذنا لنأخذ عصرا تمهيديا، نعود بعده بحول الله لنتناول شقة المتعلقة بالكهرباء. مشاهدينا نتابعوا هذا التقرير، نعود بعده بحول الله لنواصل نقاشنا. الكهرباء للجميع في غضون 2030 شعار يجسد مشروع الجهد العالي نواكشوط واذيب للكهرباء أحد تجلياته. فهذه الشبكات التي تنطلق من منطقة محاذية لمقر الشركة الوطنية للكهرباء شمال نواكشوط تأتي ضمن مشروع طموح يستهدف تعزيز وتقوية خط الربط الكهربائي العالي الجهد عبر إضافة دائرة نقل ثانية إلى الخط عالي الجهد 225 كيلو فولت الأحادي الدائرة لمضاعفة سعة العبور والتوزيع للكهرباء بين نواكشوط ونواذيب. هذا الخط في الوقت الحالي يتوفر على دارة واحدة سلك سلكوي، والهدف من المشروع هو إضافة دارة ثانية. إضافة هذه الدارة سيمكن من تأمين تموين مدن شامي وبولنوار ونواذيب والمنطقة المعدنية بالكهرباء في حالة حدوث خلل على الدارة الحالية، إضافة إلى أنه سيسمح بمضاعفة سعة الخط الحالي، لأن الخط الحالي تقريبا حدود 100 ميجاوات. بعد إضافة الدارة الثانية سنتمكن بإذن الله من نقل حتى 200 ميجاوات. سيمكن المشروع كذلك من نقل وتوزيع الكهرباء للمشاريع المستقبلية الحالية والمستقبلية. إذا تكلمنا عن المشاريع الحالية يمكن أن نذكر مشروع 100 ميجاوات في بولنوار، محطة الهوائية في بولنوار، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي من المنتظر إنجازها في هذا الإطار. المشروع الكبير تم تشييده بتكلفة تناهز 9 مليارات قديمة وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ينتظر كذلك أن يسهم في نقل وتوزيع وإنتاج محطة بولنوار الهوائية ومحطات الطاقة المتجددة المزمع بناؤها مستقبلا، كما يمثل إضافة كمية لمقدار الطاقة التي تحتاجها مدينة نواكشوط ونواذيب، مع ما يفتحه من آفاق للصناعات الاستخراجية وتوفير الطاقة لمنشآت ومقالع الذهب في أكثر من منطقة. ومن منطقة تفرغ زينة بنواكشوط الغربية كان سكان الرياض بنواكشوط الجنوبية على موعد مع إطلاق توسعة جديدة للكهرباء يعول عليها في تمكين آلاف الأسر من الحصول على هذه الخدمة في ظروف ملائمة. ليست مقاطعة الرياض وحدها التي ستستفيد من هذه التوسعة، فهي تسعى إلى تعميم استفادة الأحياء الشعبية لمدينة نواكشوط من خدمات الكهرباء من خلال 15 توصيلة منزلية في مناطق الترحيل، الميناء والرياض، وإلى تعزيز الشبكة الكهربائية في هذه الأحياء التي كانت تعاني من ضعف في الشبكة الكهربائية. ويبلغ الغلاف المالي للمشروع أزيد من 134 مليون أوقية جديدة بتمويل من الدولة الموريتانية، حيث اكتملت الأشغال فيه خلال 12 شهرًا.
ويضم هذا المشروع بناء وتجهيز 18 مركزا كهربائيا وتشييد 110 كيلومترات من خطوط الربط متوسطة الجهد وإقامة 10,000 وحدة إنارة عمومية. حدث لم يكن ليمر عابرا بالنسبة لعدد من سكان الحي ممن تنادوا إلى مكان التدشين معبرين عن سعادتهم بهذه الخطوة ومقدمين لرئيس الجمهورية معاني العرفان العفوي بالجميل ومطالبين إياه بالمزيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أهلا بكم جديد بعد أن تابعنا هذا العنصر. أستاذ رئيس الجمهورية اليوم أشرف كما تابعنا على تدشين مشروع توسيع وتقوية شبكات الكهربائية في نواكشوط وأيضا مشروع آخر وهو مشروع كبير جدا وهو انطلاق تشغال مشروع تقوية خط الربط عالي الجهد الرابط بين نواكشوط ونواذيب. لنبدأ بهذه التوسيعة التي أشار رئيس الجمهورية هنا في نواكشوط، ما هي هذه التوسيعة وما المنتظر منها؟ ما الذي ستضيفه لشبكتنا الكهربائية في العاصمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ نجيب على سؤالكم أرقام في أن ندير هذه المشاريع الاثنين كل سرعة في طارهم. هذه المشاريع الاثنين في طار اللي قالوا استراتيجية الحكومة من أجل الولوج للكهرباء في آفاق 2030 وهي تطبيق البرنامج فخامة رئيس الجمهورية. هذه الاستراتيجية تشمل عدة محاور. المحور الأول هو إنشاء شبكة كهربائية متكاملة. لنقول شبكة كهربائية متكاملة معناها من ناحية الإنتاج، من ناحية نقل الكهرباء، ومن ناحية توزيعه. المحور الثاني من هذه المحاور هو توسيع الشبكات وتقويتها في المدن الكبرى نواكشوط ونواذيب عواصم الولايات. والمحور الثالث هو ربط المدن والقرى اللي موجودة بقرب مصادر الطاقة. مصادر الطاقة معناها خطوط كهربائية قائمة والله محطات كهربائية. المحور الرابع هو تعزيز إنتاج وتوزيع الكهرباء في 50 مدينة في داخل البلاد عن طريق برنامج استعجالي. والمحور الأخير يخص خاص بالمناطق المعزولة. يقوم هذا المحور على تزويد هذه المناطق بالطاقة عن طريق محطات تقوم على أساس الطاقة المتجددة. إذن هذه المحاور الخمسة اللي ذكرها معالي الوزير اليوم في خطابه أمام فخامة رئيس الجمهورية. هذا المشروع الأول اللي يعني خاص بتوسيعة شبكات نواكشوط هو مشروع هام لأنه يشمل 65 كيلومتر من شبكات الضغط المتوسط، 18 محطة تحويل 15.4 كيلو فولت بقدرة 630 كيلو فولت أمبير، يشمل 600 وحدة إنارة عمومية. لين نقول إنارة عمومية معناها توفير الأمن للمواطنين من خلال وجود إنارة الشوارع وتخفيض من مستوى الجريمة في المناطق النائية. النقطة الأخيرة متعلقة بتوسعات. هذا المشروع يمكن من ولوج 12,000 منزل للشبكة الكهربائية، إضافة لتقوية الشبكة في المناطق اللي تشهد ضعف في هذه الشبكة. إذن مشروع هام ويدخل في إطار هذه الاستراتيجية الحكومية. طيب تحدثت عن المشروع عن تفاصيله. المشروع الآن بدأ فيه بدأ العمل. هو تم تدشينه اليوم. تم تدشينه بدأ العمل. طيب إذا المواطن المستهدف في المناطق المستهدفة بهذه التوسعة ما الذي سيلاحظه بعد انطلاق هذا المشروع؟ سيلاحظ أولا ملاحظتين. ملاحظة الأولى بالنسبة للمناطق اللي كانت فيها كهرباء سيلاحظ أن مستوى الكهرباء أصبح أفضل لأن كان في مناطق معزولة تم تقضيتها من خلال مراكز بعيدة، بالتالي يكون الفاقد الكهرباء اللي على شدة تنصيب تكون زينة. هذا دور يلاحظه. هذا بالنسبة لبعض المناطق اللي في الكسر وفي تفرق زين. بالنسبة للمناطق النائية سوف يلاحظ وجود الكهرباء لأن الكهرباء عاد تحلى يعني في شبكة كهربائية حلى وبإمكانه يعني إنه يستفاد منها بصورة مباشرة. طيب هذه 12 التوصيل اللي تحدثوا عنها في المنازل مثلا بدأت والله عند إجراءات مزالة تعدل والله شن هي هاي 12 توصيلة هي قدرة الشبكة الجديدة
طيب ياك المواطن اللي تابعنا حال المستهدف في المناطق استفاد من هذه التوصيله الجديده، معناها يتقدم طلب الاجراءات العاديه للتوصيل، معناها اصبح عندكم طاقه استيعابيه، في الشبكه عندها طاقه استيعابيه 12000 مشتري، 12000 مشتري يعني 12000 منزل. والمناطق المستهدفه به قلنا عنها ترحيل ميناء، ترحيل 21 وقطاع 18 و14 من قطعه الرياض، وقطاع 6 و17 من قطعة عرفات، والقطاع 8 والحي ساكن دار السلامة ودار النعيم وعين الطرح وبعض أحياء تفرغ زينة. هذه هي المناطق المستهدفة بهذه التوسعة. طيب سأعود إليكم لاحقا لنتناول المشروع الآخر. سيد المستشار، رئيس الجمهورية أيضا أعلن عن صندوق تأمين، هذا الصندوق خاص بالمنقبين، هذا الصندوق شنو هو وشنو هي فكرته وشنو هي الآلية اللي يتبع؟ ياك رئيس الجمهورية تحدث عن إلزامية تسيير هذا الصندوق بطريقة شفافة ومعقلة حتى يصل إلى المستهدفين، أكد أنه أعطى أوامره بذلك. طيب ما هو هذا الصندوق وما هي الفكرة القائمة عليها؟ نعم، كيف تعرفوا التعدين الأهلي بشكل عام أنه عنده فوائد جمع غير مالي، عنده مخاطر، مخاطر معروفة من هذا اللي الصحي، من هذا اللي عنده السلامة، عنده كثير من المخاطر المعروفة. وهذا الصندوق دوره الأساسي هو جبر والله زال تغطية مخاطر المتعلقة بالتعدين التقليدي بصفة عامة، من هذا اللي السلامة، اللي من الصحة، من هذا اللي منه حد مثلا مرض يداوى، حد يالتو إذا بصورة عامة هذا هو الدور اللي فيه. إذا لا تعود فيه هي خيرية، قالها خيرية معادن، وعطاوا تعليمات شركة معادن لأنها أولاً لأن يوصل للمستفيدين منه بصفة مباشرة ويعودهم اللي بطريقة شفافة للناس كاملة. الرقم اللي أعلن عنه في البداية هو مليار وقية بالنسبة لهذه الخيرية إن شاء الله. طيب كنتم تتحدثون عن معادن موريتانيا وعن الخدمات التي تقدم في إطار عقلت هذا المجال وضبطه ومساعدة. طيب الخدمات التي قدمت معادن موريتانيا على مستوى سنوات من عملها وإطار التنظيم لهذا القطاع؟ نعم، أولا كيف تعرفوا النشاط يزاول في مناطق معروفة، هو اللي ينقالها رواق اللي هو كلوار، إذا كان فم عدد منهم قليل ونزادوا تدريجيا إلى عاد اليوم عدة مناطق من البلد ينقبوا فيهم المناقبين، والله قاع المستقلين التقليديين، والله الأهلي زاد يقير فم إلزامية المعالجة في مراكز. لماذا؟ أولا إياك ما يخلق إلى خلق أي تسرب ولا أي شيء في البيئة يعود محدود في منطقة واحدة بدل من يعود في كل مكان، وياكم اللي نسلكم من مشاكل تعم كثير من الدول خاصة المنطقة اللي فيها، اللي عادوا اليوم عندهم مشاكل بيئية دائمة بهم اللي هذه المواد اللي يستخدموا عادوا قاسوا مجاري المياه الودية إلى آخره، وذا موريتانيا الحمد لله تفاداتوا بأنها عادتوا في مراكز. هؤلاء المراكز الفرق اللي يدرك شركة معادن هي أنها هيئة مركزين جدد وكلها دائرة لشبكة المياه وللطاقة، إياك أنهم الناس يزاولوا نشاطهم بشكل طبيعي بدون أنهم يعودهم هم اللي يجيبوا ضوء حدهم والماء يجيبوا له سيترنات نقول إلى آخره. إذا هذا هو المسألة الأولى. ثانيا حفر عدد من الآبار في عدة مناطق وتهيئتها، ومنها في شيء يعدل التحلية به للمياه تعود مرات مالحة. ثم عدة نقاط صحية معدتهم الشركة كذلك يرجع لهم يعاونوا حتى في التغطية الصحية الأولية بعد. كذلك توفير المعدات الكبيرة لمرات ردم المناطق اللي كانوا وفاوا منها مثلا المنقبين. كيف تعرفوا النشاط اللي هو ما هو نشاط مستمر كيف النشاط الصناعي، يعني لا بد من أهله يتنقلوا لأن تنفذ الموارد في منطقات، يعني لا بد من إعادة تهيئة، وهذا أيضا من التحديات اللي مطروحة اللي واجهت الشركة باقتناء عدة آليات
ومزال تمولي لا تنزاد. من بين المسائل الأخرى أيضا اللي عدلت الشركة هو ذي الإعانات الاجتماعية اللي تعدل، أنا وكذلك توزيع مواد السلامة، هذو اللي يقول لهم أدوات سلامة، مستلزمات سلامة، مستلزمات السلامة. وهذا بعد من بين النشاطات اللي الأساسية اللي تقوم بهم، كذلك التكوين والتوعية، عدلوا فيك عدة دورات تكوينية لهم، توزيع كتيبات للسلامة وإلى آخره. إذن هذا من بين المحاور اللي الأولية. طيب أستاذ، المشروع الثاني الذي يشرف عليه خاندر أزمان متعلق بالكهرباء هو المشروع الرابط بين نقشوط ونظيفه على جهد، ما هو هذا المشروع وما هو الهدف المرجو منه؟ هذا المشروع يعتبر استكمال المشروع الرابط الكهربائي بين نواكشوط ومعذيبو. انت تذكروا العام الماضي في نفس الفترة من العام الماضي تمكننا بفضل الله من أن نربطوا العاصمة الاقتصادية بنواكشوط، وهذا أعتقد على أن السكان نواذيبو إذا عودوا لاحظوا الفرق هذا العام مع العام الماضي، العام اللي قبله يعني صيف وخريف 2022 ما هو اللي يعود كيف صيف وخريف 2021، لأنه دور عودوا لاحظوا أن القطاعات الكهربائية خفت، يعني أصبحت محدودة جدا. لا أتكلم هنا عن، ما نتكلم هنا عن القطاعات اللي مبرمجة نتيجة الأعمال الصيانة واللي دائما الشركة تكلم عليك الناتجة عن، نتكلم عن الناتجة عن خلل فني في الشبكة. على كل حال ما هو خلل بعد من نقص في الإنتاج، لأن يعني مدينة نواذيبو في الوقت الحالي عندها محطة كهربائية وعندها خط ربط 225 كيلو فولت مع العاصمة نواكشوط، وهذا حقيقة هو الطبيعي اللي أي مدينة يلا تعود عندها على الأقل مصدرين، مصادر متعددة. هذا المشروع اللي طرح خان فرايس اليوم حجر الأساس له هو عبارة عن إضافة أندزيم سيركوي دارة ثانية للخط، لأن الخط في الأصل مصمم على أنه يعود فيه دارتين، يعني ناقلين كهربائيين. واليوم تم شروع وضع الناقل الثاني، هذا الناقل الثاني مهم ياك قرب الفكرة للمواطنين، وأن رجال مثلا كانت عنده طريق جهته واحدة ضرك على الطريق اتجاهين، يعني مسارين، وهذا مهم أولا أنه يأمن المكسب اللي فات عاد عندنا، هو أن العاصمة الاقتصادية مربوطة بنواكشوط، على أن لا يخلق خلل على الخط الحالي، ممكن أن ننقل الطاقة عن طريق الخط الثاني، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أعلنوا يزيد من سعة نقل الخط بصورة عامة، يعني ضاعفها بكل بساطة، ضاعفها الوقت الحالي الخط قد يمشي إلى 100 ميجاوات، لين إن شاء الله نكملوا هذا المشروع لين نقدر نمشي إلى 200 ميجاوات. النقطة الثالثة أعلنوا يسمح المشاريع المستقبلية والحالية، حاليا كيف مشروع المحطه الهوائيه 100 ميجا وات في بولنوار اللي الحمد لله بدأنا تجارب التشغيل بديناهم ابتداء من 15 نوفمبر الماضي، يسمح لنا هاي الطاقه اللي ننتجوا عن طريق هذه المحطه ان نقدوا نمشوا بها بالمين، بقينا في شبكه الوطنيه نقدر نقلدوا بها نواذيبو، نقدر نقلدوا بها نواكشوط، نقدر حتى نقلدوا بها بعض المدن الداخليه عن طريق المشاريع اللي مبارك معاها من اجل الربط بين هذه المدن. هذا المشروع اللي يسمح مولي بعلن يكون استقرار للشبكة، يعني يكون فيه خط مضاعف، وبالتالي يسمح بزيادة استقرار الشبكة، وكي قلت يسمح بتغطية منطقة نواذيبو، مدينة الشامي، مدينة بولنوار، ومنطقة الاستخراج المنجمي بالطاقة الكهربائية في ظروف أفضل. هون نختار ننبه على أن الشركة الموريتانية للكهرباء استطاعت من خلال المفاوضات مع الشركة اللي تنفذ الإشغال أن هاي الإشغال تتم دون اللجوء لقطع التيار الكهربائي عن مدينة نواذيبو. يعني وهذا شيء مهم، ونقدر نقول لكم على أنه سابقة في شبه المنطقة، لأني نعرف حالات في بعض الدول اللي ما قدوا يعدلوا الخط الثاني بيهم اللي محتاجين للخط الأول، وبالتالي ما الخط عاد حيوي قدر اللي ما يقدروا يقطعوا الكهرباء عن بعض المدن، وبالتالي المشروع ما لم يتم تنفيذه. إحنا الحمد لله استطعنا
ان نتوصل الاتفاقيه مع الشركه انها تنفذ هذه الاشغال دون اللجوء القاطع للخدمه عن مدينه المعادي. طيب هذا المشروع اللي اطلق اليوم شنو هي مراحل تنفيذ وتكلفته الاجمالي الماليه؟ التكلفه الاجماليه حدود 21 مليون دولار اللي هي تقريبا حدود 9 مليار من الاوقيه القديمه. مراحل التنفيذ تم التوقيع على العقد والشركه بدات تجيب المعدات والتجهيزات، والمفروض ان شاء الله باذن الله انه حدود شهر 12 من 2023 يكون واقف ان شاء الله باذن الله. طيب استاذ، في اطار تدشينات اليوم وضع رئيس الجمهوريه الحجر الاساسي لمقر جديد لشركه معادن موريتانيا، هذا المقر شنو هي طبيعته وما الذي سيضيفه لعمل الشركه؟ نعم، اولا عمل الشركه الحقيقه عمل ميداني يذكر به، عندها ثمان مناطق كلها عندهم فيها مكاتب. عملها المركزي ايضا شهد نمو وعاد له وداله من مقر، ولين المقر اللي درك اللي يسع 400 شخص وفيه 60 مكتب، قال انه خطوه مهمه جدا نحو عصرنه المكاتب والاداره. غير ملي ما ننساو المناطق اللي في الميدان الميدانيه اللي هي اللي مهمه وفيها ايضا مكاتب والقرب من المنقبين من انفسهم. طيب استاذ، هذه الشركه والاجراءات التي اتخذت والجهود التي تبذل في سبيل المنقبين، ما زال يطرح موضوع كبير، موضوع هام، هو موضوع السلامه، سلامه المنقبين. لان رئيس الجمهوريه اليوم في خطابه قال ان مجهودات المنقبين على ذهب وارادتهم القويه تولد لدي شعورا كبيرا بالاعتزاز والفخر بهم، لكن هذا الاعتزاز والفخر يشوبه من حين لاخر شيء من الحزن والاسى كلما تعرض احد ابناء موريتانيا لحادث مؤسف في طار ممارسته لهذا العمل، ويكون هذا الأسى مضاعفا وأكبر وأثقل عندما يحصل ذلك بسبب ارتكاب أخطاء لا داعي لها بصراحة، كتجاوز حدود حوزة موريتانيا الترابية وعدم احترام إجراءات السلام. هذه الظرفية، ورئيس المشهد أيضا مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر، ودعا الجميع للتعاون لاحترام كل إجراءات شرعية وقانونية. هذه الموضوع إجراءات السلام فيها ما هو متعلق بالمناقبين توعية وتحسيس عنهم يدركهم الموضوع بشكل ذاتي مثلا يتقيدوا بالإجراءات، وهم اللي أيضا إجراءات تنظيمية وردعية وإلى آخره تلعبها الشركة، أين دور الشركة في هذا المجال؟ وطبعا المناقبين لابد لهم من توعية وتحسيس دائمة، إياك تخلق قناعة ذاتية تمنعهم من ارتكاب ما قد يسبب خطرا على حياتهم. صحيح صحيح، هي موضوع السلامة هو من أهم المواضيع اللي فقدان نفس واحدة مثلا أهم مسألة خطيرة جدا، ما معنى أن الحفاظ عليها لا بد منه. يغير هون يذكر بالمسائل التالية. أولا هذا النشاط له فيه كثير من العشوائية وفيه ومترامي الأطراف في البلد وصعب جدا تأطيره. ذا هو البيه عدلو أروي قالو يقال الناس ما يملتزم بهم، وهذا مهم جدا الالتزام بهذه المناطق به اللي تضمن لهم هما لأنهم ما يتعرضوا، خاصة اللي يعودوا خارج الحدود، وهذا للأسف يوقع. وهي هذا النشاط اللي هو الأهلي مشكلته مطروحة عالميا، ما هو الدولة عن دولة، جميع المناطق فيه بعض الدول اللي ما تسامح معهم نهائيا. قال ما هو مانع بعض المواطنين بعض الدول من تجاوزها الحدود، وهذا هو اللي أشار اليوم خانة رئيس الجمهورية لأن يجب التقيد به. هذا بشكل عام غير فهم اللي مخاطر السلامة اللي توقع في الـ في الـ في, الـ في الآبار اللي يقولوا لهم المجاهر، فهم عمق معين ما هذا المجاهر، فهم عمق وفهم إجراءات اللي تنقبض. طيب إن نعود رجاج، ما هم ما عنده قناعة ذاتية عن يحترم هذه الإجراءات والموضوع متعلق بسلامته، شركة معادن موريتانيا والقطاع المعني شين الإجراءات اللي يقبض مثلا إياك يمنع ذا المنقب من يتخطى هذا الموضوع؟ تكرر الموضوع، ما هو مرة ولا مرتين، تكرر عدة مرات. أنا لابد ما لم الرقابة الذاتية والوعي يساهم الموضوع موضوع حياة أو موت، معناها لابد من القانون رادع والله مرادعة تمنع من تجاوز هذا المسموح فيه. صحيح، ذم مستويين، واحد داخل الأروقة هاي شركة عدل دورات
بشكل دوري تأخذ عليه المشاهر كاملة، عندها ترتيب لهم حسب معايير السلامة. فيهم واحدين يقطون قفلوا بشكل نهائي ما يلتم يفتحوا، فيهم واحدين مفتوحين يقير يخرصوا يكانهم العمق لين يلحق مرحلة معينة يوقفون. يغير هون في صعوبة بين أنت ما تقدر على مستوى الوطن كامل أنك تراقب الناس، بلي فيه بعض المجاهر اللي محرمين عليهم يجوهم الناس. كم عدد المجاهر مثلا مسموحة أقصد؟ الأروقة 28 ولا 29 يقير فيهم المئات النقاط اللي الاستقلال ولا يقدروا يعرفوا يجوهم في هاي منطقة. يا غير استاذ ياك نوضحوا شوي، هي المجاهر اللي ما مسموح باستغلالها بس محيلة يجهروا فيها المناقبين بعد ايام او اشهر لين يلحقوا مرحله عتشكل خطر عليهم وشركه ما حركه عدلت اجراء ولا لا. نعطيكم مثال بسيط، هاي المنطقه اللي قال لها تمايا منطقه تفرق زينه للاسف خلقوا فيها عده حوادث السلامه وهي مقفوله نهائيا، غير يخلق التسلل ويخلق فوقات عاده فوقات سابق الفجر، هذا واضح لانه يخلق ان اكسيدان يخلق حادث. هم المجاهر اللي وقفوا ما يتم ردمهم، هم يوقفوا يوقف مثلا منطقه فيها مشاكل في السلامه يوقفوا انه ما يلتم يدخلوا فيه غير لو لا ان يتم ردمهم اياك ما يجي رقاش يدخل فيهم اولا ردمهم بعد دقائق باش ما يفهم الوقت. ثانيا هم قد يعودوا مازالوا لا يستقلوا اللي هو يعني يلحق مرحله معينه يلت، ما معناه انه يوفى يعني يلت يعدل له شيء معين اجراءات اخرى اللي يقولوا لا ستابيليتي دي بور يلت يعودوا امنين اللي هم الحيطين واللي ما يعدل ما يقد هو يستقلوا. وهذا من المسائل اللي لا بد لها من وعي يعود صحيح الحاسم فيها الوعي ذاتي. صحيح هالقين شيء من الأمور ما قد حد يحكم عنهم ورقة أحد له. طيب قضية التوعية نزلنا سنعود إلى إجراءات توعية وتحسيس وإلى آخره. أستاذ تحدثتوا عن المشروع خاصة هذا المشروع اللي تم إطلاقه الرابط بين واكشوط ونوادي، وتحدثتوا عن إحداث مصدر آخر أو خط موازي للخط أو التقوية في إطار هذا الموضوع، وكتبتوا عن نوادي يعود لاحظوا الفرق إطلاق المرحلة الأولى من المشروع. طيب نوادي اليوم في انقطاعات متكرره للكهرباء، تم رئيس جمهوريه دشن منشات نوادي ستساهم في حل هذه المعضله، ما الذي سيضيفه هذا المشروع لمدينه نوادي بالمشروع بصفه خاصه اضافه الى المنشات التي دشن رئيس الجمهوريه مؤخرا في مدينه نوادي؟ الاضافه اللي هي حقق هذا المشروع هي تامين الطاقه الكهربائيه، وهذا اعتقد انه بالنسبه لمدينه نوادي مساله مهمه، لان نوادي هي العاصمه الاقتصاديه، هي المنطقه الحره، اي مستثمر يجي اول شيء سؤال يطرحه شنو هي ظروف الطاقه الكهربائيه، شنو هي من رايك كان هم استمراريه للطاقه، لان كي تعرفوا ما في تنميه دون طاقه. بالتالي اعتقد ان هذا المشروع راح يكون له يعود تكميله للربط بين العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية، وبالتالي الرابط مع منظمة استثمار نهر السينيقال، وهذا في الحقيقة شيء مهم، لأنه كان لا قدر الله خلق خلل على محطة التوليد نواديبو ممكن بكل سهولة أن نقلوها من نواكشوط، يعني هذا مهم جدا للساكنة المحلية. يعني قد تعود في انقطاعات، قد تعود غير انقطاعات ما بالضرورة أنها ناتجة عن نقص الكهرباء، قد تعود مشاكل عطابة في الشبكة نتيجة لأشغال قطاعات الأخرى، يعود كان نقص في التنسيق بين قطاعات المختلفة، وتعود كانوا فيها أشغال، يعودوا قطعوا كابل مهم قضي جزء من المدينة. ما قد نقول لكم ما يدخلك ما تات في انقطاعات نهائياً، غير هذه القطاعات بعد اللي تعود باذن الله ما تات نتيجه نقص في الانتاج. غيروا من دوغا قلبي. على كل حال بعد ما تات كي كانت انا ساوي راينا جايين من مرحله ان كانوا عندنا محطات احياء مولدات موضوع مطروحه احد محطات التحويل، السكان مو قاعدين يرقدوا بهم حسها، هذا اعتقد انه جهد يذكر ويشكر. طيب أستاذ موضوع توعية وتحسيس في هذا الموضوع، رئيس الجمهورية تحدث عن الموضوع أنه ما تجد يستمر، وهو في الحقيقة موضوع ملح، توعية وتحسيس هذا فيه أيضاً دور المجتمع المدني والجمعيات، فيه أيضاً دور الشركة ودور القطاع المعني، شنو الجهود المبذولة
في هذا الإطار، ياكل المنقبين يفهموا عن فم آلية معينة بدو يتبعوها في إطار تنقيبهم هذا حصلوا على الفائدة مع محافظة على سلامتهم، سلامتهم كأشخاص، ولا يسبهم اللي حتى العاملين معهم، فمن بعض العاملين يعود القرار ما هو لهم، مثلا القرار يعود المشغلين والله شيء، ونظرا لحاجة معينة يرجع واحد عنه يتجاوز إجراءات السلامة نظرا لأمور واعتبارات أخرى. أولا النشاط كامل زال في بدايته، لو ما فاتوا هذا يعرفوا الطرق السليمة، وهذا طريقة يتعلموهما بشكل متواصل. هذا أولا. ثانيا فم مسألة مهمة هي تمايل اليوم تعد من أحسن المناطق الموجودة للذهب، لأن قبل فيها قرار إعطاءها للمنقبين، هذا مولي عند فيه رسالة أخرى لأن يالتهم يركزوا على منطقتهم ويخلوا عنهم المناطق اللي ما هي وهي كانت مطلب بالنسبة لهم بالمناسبة، مطلب ياسر والله. وراه بالمناسبة كي قلت لكم حد دور الديمومة مثلا، حد دور فهم قدر من الشركات مهتمة بهم غير أعطات الأولوية للمواطنين لهم، يالتهم يعرفوا حجم ذي الخطوة غيرهم ولي يتماشوا معها، معناه أنهم كل هذا المكان اللي هو يتنظم فيه ويعدلوا بطريقة أكثر هي مسؤولية لا ينقولوا إياك أنهم يعود فهم استقلال نموذجي ما هو نفس الاستقلال اللي كان موجود. هذه واحدة من المسائل. الثانية داخل هذا المناطق اللي هما واهل لأن هذا الشركات اللي قال لهم الفي أواو اللي بدأت تارك يقولوا لهم شركات المعالجة يقال لنا تقد نوع شوي من شنقال التصنيع اللي نقوله مرحلة جديدة دخل فيها التعدين. هذا يقدم اللي لا يساعد هذه الشركات بيعود الشراكات اللي بينهم حدين لابد لهم المنتج اللي هو الأحجار، وهم لابد لهم من حد يعالج لهم لين يجبروا وسائل مشتركة يقدوا يعود فهم أكثر السلامة. اللي شفتوا بعض الدول اللي اليوم التعدين التقليدي ما هم طرح لهم بهذا الشكل اللي هو لابد من أرواق يجي شكلوا شركة ويعودوا عندهم معايير السلامة مفروضة عليهم إياك لين ما يعدلوها عذم آلية العقاب واضح الأشخاص صعب جدا. هذا واحد يجارهون الصبح مكان آخر ومدة في بلادهم اللي مع كلها مسؤولية هون البيئية والمسؤولية صعب جدا تحديدها في الحالات ده هو البي ذا اللي ينقال له القطاع الأهلي أصلاً الدور الأساسي لشركة معادن هذه قالوا لها فورماليزاسيون معناه أن يعود قطاع مصنف يمشي ما هو مصنف شور شركات قلتوا صغيرة غير ذكية عندها رؤية وعندهم اللي التزامات. طيب شنو معنى العمل في المجال هذا شيء ذا رؤية جيدة مثلا القطاع يعود مصنف يعود مؤسسات يعود شركات مثلا تخاطب معها تلزم بشيء معين وإذا لم تطبقه تجرى عليه العقوبات المنصوصة. شفات عدد الشركة في الإطار والقطاع بشكل عام كان قاعد في محاولات عنكم تنظموهم هم فعلا قلت صعب ضبط أشخاص الحمد لله بآلاف عدة يعني تمركزهم بمؤسسات فهم مدير المؤسسة وفهم رقاج قد يخاطب فعلا هذه سهل ضبطهم. شفات خلق في الإجراء أولا كي قلت لكم هذا نشاط حديث عهد هذا أول بدايته 2016 وبدأ أمال الله بذل السطحي اللي هم حوالي تنقيب سطحي يعني ما بدأ مولفين و17 نهايتها قاعدة نقوله إذن الخطوات الأولية هذا اللي نقاله التصنيف كيف تعرفوا وأولا بعد قاعد إلزاميتهم هم أنهم يعودوا اللي نقاله لا ريغلمنتاسيون اللي نقاله لا ريتيس لا بروفيسيون دي ميتيه معناه أنه كل رقاج معروف تصنيفه هو في عمله شنو فما أصحاب الأبار ضمن أصحاب المعالجة الفيزيائية اللي هو زاد الماكينات مكاين عندك المعالجة الكيماوية اللي هم اللي عملوا المداخيل الكيماوية إلى آخره. هذا بداية التصنيف. من ضمن المرحلة اللي وراء ذاك هي شركات المعالجة زادوا يجوا مراحل أخرى منهم مثلا مصافي للذهب إلى آخره وهذا هو الدورة كاملة هي هو سلسلة لا بد من يعودوا الناس يبدؤوا فيهم لارك في نحن مثلنا في البداية اللي نقوله بداية التأطير له غير فهم خطوات مهمة
لا تبدأ فيها، ومازال ياسر مش يلطي يعدل. التحديات كبيرة رجاءهم يلطي يعود دائما واقعي، فمياسر المخاطر اللي موجودة منها البيئي منها الأمني منها الهجرة الغير شرعية، فمياسر المسائل، وهذا ضبطه كامل هو اللي قاله عنده اسم، هو اللي قاله ما أعرف ترجمته بالضبط بالعربية لا فورماليزاسيون والتصنيف وضعه فيه كلام معين. طيب أستاذ، الأجال محددة لإنجاز المشروع دائما تطرح لنا موضوع تأخر المشاريع، ونتابع من حين لآخر فسخ عقد مع مؤسسة شركة معينة لأنها أخلت بدفتر الالتزامات. شنو هي الضمانات اللي متخذ القطاع إياك هذا المشروع اللي يطلق اللي إذا نبت أهميته يوفى في الوقت المحدد له؟ على كل حال المشاريع كي تعرفوا تنفيذهم حلقة فيها عدة فاعلين، في شيء مالي، في شيء فني، وفي عدة يعني متدخلين من أجل تنفيذ المشاريع. ولا بد هذه الحلقات كاملين يمشوه بلد إياك يقد المشروع يوصل نوصل أن ننفذه في الوقت اللي مطلوب. بالنسبة لهذا المشروع الضمانات اللي متخذة، أولاً على أن الشركة اللي نفذته شركة عالمية، هي نفس الشركة اللي نفذت في الآجال المرحلة الماضية. المرحلة الماضية رأي جيد، يعني شركة عندها خبرة، عندها خبرة دولية، وثاني عندها خبرة في المشروع قاعد بنفسه، وفيه ضمانات اللي في العقد في غرامات التأخير تمشي حتى 7% من العقد الإجمالي، هي 9 مليارات شركة قد تفقد 7% منها إذا تجاوز التأخير مرحلة الأجال القانونية بصورة غير مبررة. من هذه أساسا هي الضمانات اللي عندنا على من أجل ضمان تنفيذ المشروع في الأجال القانونية، وفي طبعا المتابعة اللصيقة اللي قائمين بها كاملين كشركة شركة موريتانية للكهرباء من خلال الإدارات المعنية، من خلال الإدارة العامة، من خلال المهندسين الاستشاريين اللي نقبضوا من أجل متابعة المشروع وضمان تنفيذه في الأجال القانونية. طيب واضح. طيب سيد المستشار، هذا المجال اللي هو مجال كبير يستقطب ياسر الموريتانيين ويدر عليهم الحمد لله بدخل معقول، وفيه أسر اليوم الحمد لله تعيش من هذا من هذا من هذا من هذا المجال. كان فهم إحصائية معينة لعدد المشتغلين في هذا المشروع ومجال تطوير عملهم وتقنين واستخدام الوسائل الحديثة مثلا؟ اليوم مازال فيه قدر من المشقة، فيه جهد عضلي بدني، فيه مثلا فيه مناطق ما فيها ريزو مثلا الشبكة، فيها مناطق الماء بعيد مثلا يجيبوه من 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 مسافة بعيدة، وهو مجال واضحا مع إصرار المشتغلين فيه بالعمل فيه، معنا الحمد لله أنه فيه فايدة. شنو هي الآليات والله الإجراءات المتخذة يعني في القطاع يعود كيف قطاع عامل، يعود قطاع مستديم، تعود فيه غروف ما هي بديك المشقة حتى، ويوفر فرص استثمارية، وحتى أنه تطور الاستثمار فيه. الاستثمار فيه اليوم مازال جهده بدائي مثلا، مازال الرقاج يمشيته تبارك يجهر. صحيح. أولا نوع من النشاط دائما يفتقر، والله زاد الأرقام دائما تعود فيه ما هي دقيقة اللي هو ما هو مصنف، والناس اللي فيه اليوم واحد منقب الصبح عنده بوتيك، النهار الآخر عنده، إذا إنه بعد قاع صعب جدا إنك تجبر فيه أرقام دقيقة. فيه دراسة من جهة مثلا ما هي حكومية تعطي رقم 250 ألف بصفة مباشرة وغير مباشرة. أنا مثلا ذولي في النقل واللي كامل تقريبا، إذن هذا نسبة معتبرة من السكان. هذه واحدة من المسائل. ثانيا فم ياسر من المسائل اللي راهي وعدلت إياك أنها تنقص مثلا نوع من التأطير، أنه كير كنت تقول وركاتيا مثلا فيه مناطق كانت ما فيها الشبكة، وشركة معادن مع شركات الاتصال الثلاثة عدلوا عدة أعمدة للاتصال وعادوا غطوا أماكن ما كانت فيهم كانوا فيهم مثلا صعوبات أيضا في هذه المنطقة اللي حدا تجري تحد ماشي واحد تازياست مثلا، واللي عاد فيه طريق معدلة بعد يقدوهم يقبلوا السيارات بدون أنها يمشي واحد ويرجع
مسافة كبيرة جداً للشنغال الطريق بين واكشوط ومعبد ويرجع. إذن هذا مسائل اللي المهم كيف قلتوا هذا نشاط مازال فولو لكن ينظم لابد من هذا الفاعلين اللي فيه أولاً يتكتلوا هما لكنهم يعودوا أولاً يعودوا عندهم مادة لكن بدأ باللي فهم نشوفه دائماً الحين الآخر نتابعه نشاطات النقابات معينة للمناقبين بدأوا إذا تكتلوا بدأ يخل لا بد لهم النظام أكثر شوي يعود فهم اللي برنامج اللي هو دائماً فهم شين قالوا مجموعة العمل جروب ترافاي يعودوا فيه المؤسسة يعودوا فيه بعد قاعد الإدارة والإدارة المحلية فيه الفاعلين من أنفسهم فيه المجتمع المدني وفي عدة مثلا عدة جوانب يالتهم كاملين يناقشوا ويشوفوا المشاكل المطروحة ياك تنحل مع بعض ما هو كل مادة تعود عندها مثلا تصور وتشوفوا لها من زاوية واحدة خاصة للمجال ما ينتسع لأنه مجال مكمل شيئا ما للمجال الصناعي هو هذا اللي كيف تعرفوا البحر فيه في اللي قالوا البيلاجيك ولا بيش دفون اللي بعيد وذي البواخر اللي تقليدي صيد تقليدي وصيد الأعماق الأعماق ما يجد حد يخلي واحد منهم يطقع للآخر إحنا عارف هون جي فترات وناس تتكلم لا عن اللي الأهلي ومرات تتكلم لا عن الصناعي الحقيقة أن لا بد منهم كاملين لا بد من توازن بينهم لا بد من توازن لا بد من نوع من التعايش اللي بينهم بهم اللي شفتوا هذا ذرك اللي تقولوا ذرك اللي هم المناقبين عندهم مساهمة مهمة في الدور الاقتصادي وفي ياسر من المسائل يقالين تسولوا واحد منهم ذي المجال تلحقوا فيه كان مرحلة ومفهم يوقف ومفهم يتم عنده مجهر لين ينضب يعود أمه اللي لا يرجع بينما الصناعي مسائله طويل تلمت مثلا عندهم استمرارية إلى آخره وهذا لين يمشوا هم من ذي المرحلة المؤقتة شور مرحلة أكثر هي تنظيم استمرارية يتعود يدخلوا في هذا الصناعي والله شوف الصناعي بعد على الأقل طيب واضح أستاذ محور أخير حلقتنا شركة تطلع مسؤوليات كبيرة جدا وعلى عاتقها مهام كبيرة هي خدمتها تدخل كل بيت موريتاني وعليها ملاحظات وناس كبرى في الكرش شنو هي آفاق عمل الشركة ومشاريعها الكبيرة اللي مرتقبة في الأجال القريبة اللي لا هي تساهم في حل الانقطاعات الكهربائية وحتى ناقصها في عدة مناطق معينة أعتقد أن آفاق الشركة بصورة عامة تدخل في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة فيه مشروع إصلاح قيد التنفيذ طريق فصل الإنتاج والنقل عن التوزيع وناحية تجارية فيه مشاريع كبيرة مبارك معها تكلموا مثلا على الخط الكهربائي اللي مبارك معها ذلك يهيئ له ملف المناقصة اللي يربط بين نواكشوط والنعمة هذا خط اللي يسمح لجميع المناطق اللي موجودة على خط الأمل أنها تعود عندها مصدر ثاني للطاقة الكهربائية فيه مشاريع متعلقة بالتوزيع في الكهرباء الريفية فيه مشروع حلقة 33 كيلو فولت اللي يمشي من عند كي هيدي وعند سيدي بابي ماشي مع الضفة ويرجع مع طريق لمل وبالتالي تكتمل كهرباء منطقة الضفة بصورة عامة من عند جاغو إلى كوري فيه مشروع آخر قالوا مشروع بست جميع المناطق اللي موجودة في قطر والله بعض في شعاع 500 كيلومتر من محطات منظمة سنوان نهر السنغال يتم كهربتها لين تلاحظوا الإحصائيات الأخيرة عندنا على أن نفاذ المواطنين في الداخل الكهرباء خاصة المناطق الريفية زاد ب 12 نقطة مشى من 41% إلى 53% خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهذا في الحقيقة نسبة مهمة نسبة معتبرة فعلا شركة ناس مكبرة فيها الكرش يقولون اللي هي مكبرة الكرش في المواطنين وفي وعيهم على أنها يا الله المواطنين يتعاونوا معها من أجل توفير هذه الخدمة في ظروف ملائمة يعودها وعي عند المواطن بأن هذا مرفق عمومي
عنده هدف وهو إيصال هذه الخدمة بأحسن الظروف والتعاون مدى عليها بسرعة. رائع. سأل قبل وقت كثير كلمة أخيرة كانت لديكم إضافة. نعم لا نقول على أنه توفى هذا القطاع الأهلي أنه مهم غير مالي. كنت نبقى شوي نتكلم شوي عن القطاع الآخر اللي مهم حتى اللي هو الصناعي اللي نختاره يعود ياسر من هذا المحور فيه ينحى نحو سنين مثلا اليوم الحمد لله صحة جيدة الحمد لله هو السنة القادمة إن شاء الله تعود تنتج 14 مليون طن حتى السنة هي سنة فيها جميع المقاييس عندها أرقام جيدة أرباحها قياسية العام 124 مليار دولار السنة الماضية وقية عفوا وإنتاجها يزيد على 13 مليون طن وملي خيريتها كيف تعرفوا كملي مهم جدا كنا قبل نتكلم عنها اليوم يزيد على اليوم تقريبا 7 مليارات وقية خيريتها جاية من السنة السابقة 5 مليارات كامل التعليم الصحة موريتانيا بصفة عامة خاصة ولاية تير الزمور واليوم شركة سنيم عندها أيضا برامج للذهب والنحاس ومتوقعين أعلن أيضا مشروع العوج اللي بالشراكة مع شركة أجنبية إنه اللي بدأ البحث عن التمويل والدخول في المراحل المتقدمة قبل الإنتاج وكذلك مشروع أطماي هذو المشاريع اللي هما يشغلوا عدد كبير من الناس رايناهيكم عن هيك عن فديرك اللي لا هي ايضا يبدا يعطي مليونين طن زياده هذا مهم هذا مسائل للتشغيل بطريقه عامه هذو شركات الصغار والمنقبين اللي لا هي بدوا زين فيهم هم اللي يبدوا يشوفوا على الافاق اكثر هي الوقت اللي خرجت الطاقه وهذا مهم جدا مسالتين لا بد من القطاع المعادن قضيه المياه الطاقة هي الأولى والمياه قضية الطاقة من الساعة اللي يبدوها خطوط الجهد العربي يدور يعاونوا حتى وخاصة اللي يفوت تبدأ المرحلة الأخرى اللي هو الغاز أسف على المقاطعة أستاذ الوقت انتهى شكرا جزيلا أستاذ كلمة خير أقل من دقيقة تفضل نكد على أن هذه المشاريع كل تتنزل في طار تحقيق رفاهية المواطن من خلال توفير الطاقة في أحسن الظروف وهذا هو هدف الشركة موريتانيا الكهرباء. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام في نهاية الحلقة مرة من لقاء خاص أشكر باسمكم جزيلا شكر ضيوفها الكرام وهم سادة السيد أحمد ولي طالب محمد وهو المستشار الفني والمكلف بالمعادن بوزارة البترول والمعادن والطاقة شكرا جزيلا لكم سيد المستشار السيد الشيخ عبد الله سعيد وهو مدير تنفيذي المشاريع بالشركة الموريتانية للكهرباء شكرا جزيلا لكم سيد المدير أنتم مشاهدي الكرام وصل لكم شكرا لأن ضمني وياكم لقاء آخر في حلقة أخرى من هذا البرنامج نطرح فيها موضوعا آخر يهمنا جميعا إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.